أعزائنا المشاهدين، مساء الخير، وبنحب نرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش لوحدك. حلقتنا النهاردة الحقيقة أقول خاصة جدا. معايا ضيوفي النهاردة، منهم ضيف الحقيقة مرشح لمنصب الكونغرسمان. هنتكلم النهاردة، طبعا احنا كمصريين وعرب عندنا مشاكل كتيرة جدا في الولايات المتحدة، وللأسف ما فيش حد بيسمع صوتنا. ليه؟ لأن احنا مش involved في السياسة، ما بنعرفش نروح لمين، ما بنعرفش نتكلم نقول ايه. وهنا الحقيقة الكونغرس بيبل لما بيلاقوا فيه أصوات كتيرة بيبتدوا يسمعوا للأصوات دي، وبتدوا يعني يبتدوا يلبوا لهم طلباتهم. فالنهارده هنتكلم على الموضوع ده، هنتكلم ازاي الكونغرسمان ممكن يساعد الجاليه العربيه زي مشاكل الهجره، الاوراق، الناس اللي هم قاعدين illegal هنا، ايه اللي ممكن يعمله لنا؟ المشاكل اللي في المدارس، التدريس، اولادنا اللي في المدارس اللي بيدرسوهم حاجات ضد عقيدتنا المسيحيه وضد الانجيل، ويعني اقول زي الجيز اند ليزبيانز، واحنا مش عارفين نعمل ايه وعمال يزيد الموضوع، حاجات زي كده كتير قوي هنتكلم عليها النهارده. بس احب انوه ان الحلقه دي هتبقى 45 minutes، وبعدين على الساعه 7 ان شاء الله هيبقى معانا المستشاره جيهان تومس، هنتكلم برضو على الهجره ومشاكلها. احب ارحب معايا في الاستوديو ومنورني الاستاذ جو شماس. اهلا وسهلا استاذ جو، مرحب بيك في برنامج مش لوحدك. اهلا. ومعايا كمان ضيفي منورني دكتور المخ والاعصاب دكتور نادر المانيوس. اهلا وسهلا دكتور نادر، وبحب ارحب بيكم في برنامج مش لوحدك. اهلا بيك. اهلا بحضراتكم. استاذ شماس، طبعا انا احب يعني اقول a little bit يعني باك جراوند عن حضرتك، ان حضرتك اصلا سوري و you're Syrian Orthodox، مظبوط؟ yes. حضرتك طبعا مرشح نفسك او لمنصب الكونغرسمان. قبل ما نتكلم او يعني نخش في موضوع الكونغرسمان وايه مسؤوليته وايه اللي ممكن يساعدنا فيه، حضرتك اشتغلت في البحريه هنا في امريكا لمده 25 سنه، مظبوط؟ اسال حضرتك ايه اللي اكتسبته من الشغلانه البحريه وليه دخلت البحريه؟ انا اهلا وسهلا كلكم كمان. انا دخلت في البحريه 73. هذاك الوقت بامريكا كان في القانون it was mandatory، يعني كان بالإجباري لازم ندخل على الجيش. فدخلنا وأنا حبيت المحل، يعني أنا خلصت الهاي سكول وكنت ببلش الجامعة، بس أجا نمرتي ورحنا على البحرية وأنا حبيتها مثل قبل. بعدين لأنه كنت أنا ما كنت أمريكاني، كان بس عندي green card، بس قالوا لي تقدر تدخل على الطابق اللي ما في يلزم security clearance. فقالوا في بتقدر تروح على الميديكال ولا الدنتال ولا بتطبخ. قلت ما بحب الدنتس وما بدي اطبخ، بروح على الميديكال. فرحنا على الميديكال، و لما كنت هونيك بالبحرية رحت على المدرسة واشتغلت بالمستشفى، وبالمستشفى شفت زلمة هايمن ريكوفر، هو كان الأدميرال اللي عمل النوكلير رياكتور على السبمارين. فقال لي يعني بعد ما حكينا حبني كتير، وقال لي نبعتك على تحب تخدم بالسبمارينز؟ قلت له ايه، ما عرفت شو سبمارين ما سبمارين، انا كنت جديد بالدولة. ورحنا، بس قبل ما رحت على السبمارين قالت لازم تخلص الميديكال سكول، وبعتوني خلصنا الميديكال سكول. بس كمان هذا كان يعني with emphasis على radiation medicine، undersea medicine. يعني حضرتك طبيب وهيك شغلات. ايه. اوكي. ورحنا وبالبحرية أنا يعني حبيته كتير مثل هيك، ويعني كل شيء من حياتي أجالي من خدمتي بالبحرية. أي. وخدمتي يعني بالجيش. وبعد ما خلصنا يعني خدمت 25 سنة، أنا دخلت أول شيء الواطي وأنا ريتايرد على كماندر. بالبحرية. يعني إيه. تعلم كتير كيف دولتنا بتشتغل وكيف السياسة بتصير
وكيف يعني الخدمة بالعسكرية كيف نقدر نساعد بعدنا ونختم بعدنا. لأنه الدكتور على الغواصات النووية كنا نحن نروح تحت المي 122 يوم. واو. ما بتطلعوا لفوق، ما في هواء، ما في شمس، ما في شيء، بس بنروح يعني بنعمل شغلنا وبنرجع، هيك كان. فهذاك الوقت تعلم انه كيف بعد كم بعد كم يوم، جمعة، شهر وشهرين، الشغلات صعب للعالم طبعا. ف يعني my specialty is learning how to بشتغل مع العالم مع بعضهم، how to bring them together, how to keep them calm, how to keep peace and tranquility. And المشكلة بالسياسة تبعنا بأمريكا هلأ ما في peace، ما في tranquility، كل واحد ضد بعضه. مزبوط. يا Republican يا Democrat يا هيك، ما بيعرفوا يشتغلوا مع بعضهم. ايه هذا حرام. ونحن مسيحيين بنشوف شو دولتنا عم تعمل ببرت المنطقات، يعني حرب حرب حرب. نحن المسيحيين هذا ضدنا، ضد ديننا. مزبوط. فقلت انا لازم ادخل على الحكومة حتى شوي شوي نغير ونقدر نساعد جماعتنا، نقدر نصلح الشغلات اللي حكومتنا عم تعمل غلط حتى نساعد عالم، ما نروح نعمل حرب. طيب حضرتك مرشح لمنصب كونغرسمان، يعني yes. فهمنا ايه وظيفة الكونغرسمان وازاي حضرتك ممكن تساعدنا احنا كعرب ومهاجرين هنا في البلد. هذا السؤال كويس كتير، انه ليش او شو الكونغرسمان بيقدر وما بيقدر يعمل. الكونغرسمان بهون بامريكا في عنا 3 branches of government. في الرئيس الدولة هو the executive branch، وفي the courts that's the supreme court، وفي الكونغرس. كلتن على even، ما في واحد أعلى من الثاني. رئيس الدولة ما بيقدر يعمل شيء إذا الكونغرس ما بيعطي المصاري، والcourts supreme court بيقول هذا ضد القانون تبعنا الكونستيتوشن ولا صح. فهنا الكونغرس بيعمل the law، the president signs the law. فشو الكونغرسمان بيقدر وما بيقدر يعمل؟ شو بيقدر يعمل؟ الباور تبع الكونغرسمان is not limited to منطقة. كونغرسمان بيقدر يساعد واحد أنا بدي يكون كونغرسمان بكاليفورنيا، بيقدر يساعد عالم بكاليفورنيا، بس بيقدر كمان يساعد عالم بفلوريدا، بيقدر يساعد عالم بتكساس، أي منطقة باليونايتد ستيتس، بس كمان أي منطقة برات اليونايتد ستيتس بنقدر نساعدهم كمان. يعني مش في واحد بمصر بنقدر نساعده، في واحد بأستراليا بنقدر نساعده. إزاي؟ أي شيء ما في محل يسكر إيدينا إنه ما بدنا نروح، لأنه نحن equal branches of government. ما بنسأل منهم، نطلب سؤال نروح، إذا بدي روح محل بروح محل. طب إزاي بحضرتك ممكن تساعد أو الكونغرسمان ممكن يساعد واحد برا البلد؟ ويساعده في إيه؟ ايه الايشوز او يعني هذا اذا عندك انت واحد هون انت عايشين بامريكا وعم تقول يعني عمي ولا جدي ولا ابن اخوي من بهداك المنطقه بدنا نساعده ليجي لهون وعمك يعني تطلبه وما عم بيصير، الكونغرسمان بيقدر يساعد حتى تو سبيد ات اب، يدخلوا هنا البلد، يدخلوا يعني لهون حتى يجي لأمريكا. هيك شغلات. الشغلات اللي برات الدولة حتى يساعدوهن ليجي للدولة. مظبوط. ايه رأيك دكتور نادر في موضوع، طبعا احنا محتاجين حد من اصل عربي وكمان يعني يقول مسيحي أرثوذكسي ان هو يمثلنا هنا كمسيحيين، احنا فعلا ما لناش صوت هنا. وطبعا حضرتك جبت النقطة المهمة جدا ان احنا ما عندناش صوت، ودي النقطة اللي احنا دايما يعني مش واخدين بالنا منها. احنا ما بتحصل لنا مشكلة بنطلع نروح نتكلم مع ناس، انما حدش بيشعر بمشاكلنا. مظبوط. ان ما كانش حد مننا بيدخل في الحكومة ما حدش هيحس بينا. وكجالية احنا ملناش اي تمثيل، سوري يعني
معظم الجاليات عندهم تمثيل، ايشن عندهم، سبانيش عندهم، جويش عندهم، كل الجاليات عندهم تمثيل ما عدا احنا. الجاليات الميدل ايسترن ضعيف جدا، ما فيش، يمكن يعني ما يكملش حتى 0% يعني نص في المية ولا حاجة. ده لو كان في تمثيل. فانا شايف ان احنا دايما بناخد الجانب الدفاعي، احنا المفروض ناخد الجانب الهجومي. الجانب الهجومي ان احنا نتدخل في صنع القرار، دي اللي هتخلينا وزن، ودي اللي هتحللنا مشاكلنا. في برامج كتير من بتاعتنا بنتكلم عن المشاكل اللي حصلت في سوريا وحصلت في مصر وحصلت هنا وهنا وهنا، اللي احنا نقدر نعمله ولا حاجة، يدوب نقول كلمة. انما لو احنا لينا تمثيل جوه الحكومة هو ده العمل الايجابي طبعا. وبعدين احنا جالية عندنا مبادئ، عندنا إسكس، عندنا اتربينا very highly educated. معظم الاسر بتاعتنا لا تخش لا طب لا هندسه لا الاديوكيشن نمره واحد. انما تيجي تقول لاسره من عندنا طب ليه ما تعلموش سياسه، يدخل في السلك السياسي، تلاقيهم كل البعد. احنا مش عاوزين النهارده يعني بروفيسور شماس واحد، احنا عاوزين 10، عاوزين 20 يدخلوا جوه. ومش كونجرس مان ده، في حاجات على مستوى السيتي، في حاجه على الستيت، وفي حاجه على الفيدرال، في المير والجوفرنر، وفي حاجات كتيره قوي، في حاجات كتير وكان ران فور ات. فيعني هي دعوه للشباب والسن الصغير ان يبتدي يفكر. النهارده لو قدرنا ندخل واحد يبقى بعد كده نقدر ندخل 10 20 طبعا. فاهم حاجه ان احنا نبتدي، هي دي النقطه، ان احنا نبتدي. طبعا هو كراجل عسكري وبقاله 25 سنة كان في السبمارين وعمل دكتوراه، وطبيب كمان on top of it يعني، وطبيب في النيوكلير ميديسين. كل دوت أهله انه ياخد قرار صح. كان ممكن يقعد في البيت ويقول لأ انا هقعد على البحر واستمتع بوقتي واقعد مع عيلتي واقعد يعني من غير شغل، ولكن الراجل قال لأ انا هاخد الانيشيشن، هقدم نفسي وابقى اول عربي يعمل الحكايه دي. فيعني على الاقل شبابنا يتعلموا. أيوة. يعني كموديل، يعني يبقى رول موديل للشباب كله بالظبط كده يعني. ف يعني اتس فيري فيري جود موف الحقيقه. انا لما سمعت ان هو مترشح طبعا كنت لازم ان انا أكيد طبعًا. نقف جنبه، لان نتمنى حاجه تشرف طبعًا. اه ان المره دي يكون واحد، المره الجايه 10، المره الجايه 20. امين أمين. ناخد الأستاذ مجدي معانا من أريزونا. مساء الخير يا أستاذ مجدي. أستاذ مجدي، أستاذ مجدي معانا؟ أنا مش سامع يا جماعة. لو طيب لو الأستاذ مجدي يحب يكلمنا تاني ممكن يكلمنا. طيب أنا بس عايزة أعرف يعني دلوقتي هم الناس تروح فين لما يكون عايزين يرشحوا مثلا حضرتك، بيروحوا فين وإمتى بالضبط مواعيد التصويت؟ Where can people go to elect you? How they can vote? Oh. What's the timing and the schedule? Very هذا مهم كتير. إنه عنا هون بأمريكا بكل ستيت بيعمل وقت different. بكاليفورنيا الوقت الانتخاب هالسنة 5 جون، ف 5 جون is وقت الانتخاب. بس قبل ما الانتخاب لازم نسجل حتى نقدر نحط صوتنا بالانتخاب. فالعالم لازم if you're registered to vote, vote. If you're not registered to vote لازم تروح على الكمبيوتر ويا بتروح عليك بال in person to the registrar، او روح على الكمبيوتر www.joeshamas.com register to vote. بياخدك للمحل الحكومي بتقول لك حط العنوان وبيطلع اسمك register to vote. register to vote absentee ballot، حتى الballot بيجي على البيت تبعك انت بتعبيه وبتبعته لأيام الانتخاب. لانه ليش عم بقول لازم نعمل absentee ballot؟ لانه اذا الانتخاب 5 جون، اذا صار شيء بالشغل وصار شيء يمكن ما نروح على الدكتور، رايحين والسياره ما صارت وما رحت هذاك اليوم، كل شيء خلص. اذا ما نو فوت ذات داي doesn't count.
فلما بيبعتوا لك البالت بالبيت بيجي 30 يوم قبل الانتخاب، ففي عندك شهر حتى تقول انا بدي جوزيف شماس للكونغرس، حط ستامب وبعته بالبريد. فاهينا كتير هيك. بس روحوا على joeshamas.com register the vote وبيطلع هيك. طيب يعني هو يقصد ان في نوع من الفوت، في واحد تروح يوم 5 يونيو تعمل الفوتينج، ممكن قبليها لو انت رحت joeshamas.com تعمل ريجستر ممكن يبعتوا لك الورق كابسنت وتبعتوه بالبوسطه، فمش لازم تروح لو كان عندك مش فاضي او لو كان عندك مشكله، او لو دي هتكون اسهل لو الناس اللي قاعدين في البيت اللي مش قادرين يروحوا اللي عنده مع الدكتور اللي عنده شغل اللي عنده اي مشكله، في امكانيه انك انت تبعتها بالميل، فدي حاجه جميله جدا. طبعا وياريت بس لو نحط الويب سايت بس نكبرها شويه بس عشان تتشاف. طيب استاذ شماس حضرتك طبعا ان شاء الله لما تبقى كونغرسمان هتروح واشنطن، مش هتبقى هنا في لوس انجلوس، بيكون عنا بنروح على واشنطن بس كمان نحن هون. بتروحي على واشنطن and you have an office here. يمكن اثنين اوفيس لانه المنطقه كبيره تبع ال 29th كونغرس، يمكن واحد بفان نايز واحد يمكن ب سان فرناندو سيتي، فالمنطقه كبيره نعمل يا اوفيس يا اثنين اوفيس وهيك بنروح وبنرجع. يعني الكونغرس when it's in session لازم نكون هنيك، بس لما ما في فوتس نرجع لهون حتى نحكي مع الجماعة ونحكي مع العالم حتى يشوف شو صاير ما صاير. وبس إذا أنا ما هون في الأوفيس وفي كمان يعني عالم جوا الناس حتى ممكن ياخدوا my representative will be there to answer questions and take very to help good. people. very good. طيب حضرتك بقى يعني قول لي إزاي تقدر تساعد المشاكل العرب هنا مثلا في الناس اللي عندهم illegal status مثلا قاعدين من غير ورق. وطبعا احنا شايفين دلوقتي ان President Trump اي حد قاعد illegal خلاص they deport them back لبلده. هل حضرتك ممكن تساعد الحالة اللي احنا فيها دي مثلا الناس اللي قاعدين illegal او في الناس اللي معهم green card، ايه اللي ممكن حضرتك تساعد به؟ نقدر نحن نساعد. انا بدي اقول كمان للعالم شوفوا الويب سايت تبعي joeshamas.com، بعتوا لي مسج قولوا لي شو المشكله، وانا اذا نحن بنقدر نساعدك بنساعدك رايت اواي، اذا ما بقدر ساعدك بعرف المحامي اللي بيقدر يساعد العالم. ففي في شغلات عليه legal issues نبعته للمحامي تبعنا والسبيشالتي الاميجريشن حتى يساعد. بس كمان العالم اللي عايشين هون بعد شوي لازم apply for green card. اذا ما عندكم green card لازم تطلبوا green card ونقدر نساعد نحن هذا الموضوع كمان. ده دلوقتي كمان قبل ما كمان حضرتك تبقى كونغرسمان من دلوقتي قبل ما نروح على المدرسه. قبل ما نروح بنقدر نساعد، بس لما بنصير كونغرسمان منساعد يعني سريع كتير. إن شاء الله إن شاء الله. وإذا عندكم الجرين كارد لازم تطلبوا تصيروا أمريكان. يعني في مرات عالم بيقولوا بس أنا من مصر بدي مصريتي وأنا من سوريا بدي سوري، معلش بتقدر بأمريكا في بتقدر تعملوا تو دول سيتيزنشيب، يعني you stay مصري and become American. يعني بتقدر تعمل هون اثنينات ونقدر نساعد بهذا الموضوع كمان. Very good. المهم إذا في شيء سؤال بعتوا لنا السؤال ومنساعدكم. هذا أهم شيء. طبعا أهم شيء. إيه رأيك دكتور نادر؟ الحقيقة طبعا الإميجريشن حاجة صعبة قوي الأيام دي بالذات، يعني وبنشوف ناس كتيرة بيترحلوا، في ناس منهم كويسين وفي ناس يعني لازم يتبصلها بنظرة تانية. يعني مثلا ما نقدرش نقول لكل السوريين ما تجوش او كل الايرانيين ما تجوش. طب ما انا ليا زمايل سوريين دكاتره وليا زمايل ايرانيين دكاتره وكويسين وزي الفل وناس حلوين قوي، فلا يمكن احنا نقول لناس ما تجوش.
دي طبعا ضد حتى الضمير الطبيعي بتاع طبعاً. الانسان يعني انا ممكن اقول للتوريست ما تجيش، ممكن اقول للارهابيين انا همنعكم، انما امنعش دوله بحالها، يعني ما امنع الارهابيين من سوريا انهم يجوا امريكا، ده من حقي كدوله وكبلد، انما ما امنعش السوريين انهم يجوا، ما امنع الارهابيين من ايران، انما ما امنعش الايرانيين انهم يجوا. طبعا الوضع دوت في كتير من انا بعتبره يعني دوت نوع من الامن القومي، يعني المفروض الامن القومي يمنع الارهابيين ولا يمنع عامة الشعب. ايوه، وده محتاجين حد يرفع صوتنا يتكلم يقول لا مش كل الناس دي وحشة. افرض انا اعرف عائلات كتيرة من سوريا هنا وناس كويسين جدا، ايه اللي يمنعهم انهم يجوا؟ طبعا مش عشان عندهم ارهاب يبقى معنى كده كل الناس ارهابيين. لو احنا ما وصلناش الافكار دي والاصوات بتاعتنا مين هيوصلها؟ ومهما شرحتي للناس مثلا الكونجرس مان اللي هم مش من بلدنا هيسمعوا بس مش هيحسوا بالاحاسيس بتاعتنا، معاشوش في سوريا ومعاشوش في ايران، معاشوش في مصر ومعاشوش في البلاد اللي احنا بنقول عليها فيها ارهاب، فيهم ناس كويسين جدا، فازاي ان احنا نمنحهم؟ فمحتاجين حد يكون من الميدل ايست، حد من كل معاهم شرب معاهم عارف الناس دي بتفكر ازاي، فيقدر يقول كلمه حق، يقدر يمثلنا، يقدر يمثلنا. فدي حاجة مهمة جدا بالنسبة للإيميجريشن. احنا بنهير لوير وبنهير يعني وبنحاول وبنعمل قواضي ولكن لما يكون معاكي بس جواب من الكونجرسمان دي الحالة بتختلف 180 درجة. أكيد طبعا. جاست يعني جواب، مجرد جواب لحالة يقول الحالة دي أنا عارفها ويشرح اللي هو عاوزه، على طول ببص لها حتى يعني بعيد عن المحاميين والقواضي، فطبعا بيساعدوا جامد. طبعا اكيد اكيد طبعا. فكل ما كان عندنا عدد كبير من الممثلين بتوعنا كل ما كان الكوميونيتي بتاعنا احسن. اكيد طبعا. طبعا شو صار هلا يعني اذا واحد ما من عربي ما من سوريا ما من مصر كيف بده يفهم المشكلات العالم من هداك المنطقه شو عم بيصير عليهم؟ فعادة السياسية بيساعدوا العالم تبعهم مثل الدكتور قال في الاسبانيولي في كم كونغرسمان في كتير عندهم، الأرمن في، اليهودي في كتير، بس من منطقتنا ما في حدا إلا إحنا ما العرب في. فإذا بيجي موضوع بالكونغرس بدي يعملوا هذا شيء يعني ما كويس لدولتنا لوطننا من منين جايين، ما في واحد يحكي يقول هذا غلط ما تعملوا. إذا في واحد صوت بيقدر يغير بيقول ما تحطوا بالقانون، أنا من هونيك ما هذا غلط. بس هلا ما في عنا، ومشان هيك يعني صوتنا ما في صوت. إذا ما في صوت كيف تساعدونا؟ ما بيقدر يساعدونا. ومش بس من بلدنا يعني 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 حضرتك شخص أقول شخص مسيحي أرثوذكسي، في عندك مبادئ ما بتمشي على حسب الإنجيل على حسب أقوال المسيح ويعني وبرضو مع ديانات تانية كتير، يعني أنا بقول إن أمريكا دلوقتي ماشية في طريق يعني أقول ربنا يستر على الطريق اللي هي ماشية طريق فيه. راحت من الطريق لازم نرجعها على الطريق الصح. على الطريق الصح مظبوط مظبوط. حاجة كمان برضو واللي قلقاني قوي 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 يعني حاجة very very concerning دلوقتي في الpublic schools في المدارس الpublic بيحاولوا يعني they're advocating أو يعني بيشجعوا الأولاد إن هم it's okay إن الواحد يبقى gay، it's okay إن الواحدة تبقى lesbian، ممكن يروحوا الواحدة طفلة يقول لها أنت متلخبطة أنت أصلا ولد لكن على شكل بنت، يعني بيلخبطوا المخ الاولاد ومش عارفين انا ولد ولا بنت. طب انا لو جالي فكري بقى لخبطه جامده جدا، ولما الاباء بتكمبلين او بتروح المدرسه ده انا شفتها يعني في التلفزيون للاسف بيتشتموا بيقولوا عليهم ان هم ذير بيجت ما فيش توليرنس، يعني بيتبهدلوا كمان الاباء دلوقتي. فعايز اعرف من حضرتك ايه اللي ممكن تعمله علشان المهزله دي نوقفها واولادنا يروحوا ياخدوا التعليم هناك، يعني مش لازم انا احط يعني اقول يعني احط في مخهم الحاجات اللي هي ضد عقيدتنا وضد البرنسبلز بتاعتنا،
ازاي حضرتك ممكن تساعد في حاجه زي كده؟ هلا بتعرفي شو صار قبل السنه الماضي في هابي لابي محل شغل. القانون لما حطوه بالايام بريزيدنت اوباما كان قالوا اجباري لازم يعملوا بيرث كنترول، اجباري يعطوا هيك، وهدول قالوا هذا ضد الدين تبعنا. واخذوا هذا الموضوع للسبريم كورت. السبريم كورت قال مزبوط، اذا ما بدهم هنن ما لازم اجباري نعملهم لانه ضد الدين تبعهم. بس هلا ما في عنا واحد بالكونغرس مثل ما قلتي عم بيقول هذا القانون اللي عم تغيروه بكاليفورنيا باي منطقه، عم بيقولوا الولد يمكن هو بنت، يعني عم نخربط راسهم، عم نخربط فكرهم. طبعا هذا غلط كثير. يعني الحياه صعب للاولاد از ات از، ما لازم نصعبها اكثر. فاذا البي والام ما عم بيحبوا هذا شو عم بيصير، وهلا مثل انت عم شفتي كمان وعم تسمع على النوز كل يوم بخجل البي والام، بهذا غلط. المدرسه ما اذا ما في مصاري ما بتقدر تفتح الباب. المدرسه من محلين بيجي المصاري، local taxes يعني real estate taxes and bonds، ومن federal government. ما بنقدر نعمل شيء على اللوكال تاكسز اللي بيجي على المدرسه، بس من الفيدرال جوفمنت نقدر نعمل قانون. اذا انتم كمان ما عم بتخلوا العالم يحكوا على دينهم شو بيفكروا انه دينهم الصح، ما بنعطيكم مصاري. لما بتقصوا المصاري شو بيصير؟ بيغيروا، بيقولوا هذا لا ما لازم. واذا ما بيغيروا دول اوكي هذا الفيدرال مصاري نفتح مدرسه للعالم اللي بدهم هيك الدينون، انه هذا هيك بدهم يعلموا اولادهم، وبنعطيهم المصاري ما بنعطي هداك للببليك سكول. ففي شغلات، بس المشكله هلا ما في واحد بالكونغرس عم بيقول شو عم نعمل غلط، لانه عم بيخافوا انه للانتخاب اذا انا بقول هيك هدول ما they're not gonna vote for me. إيه لا، لازم تعمل شو لقلبك ودينك، وبتعرف انت هذا غلط ما تعمله. اذا بتعرف انه ضد دينك لازم تقدر تحكي. نحن عايشين عم نقول land of the free، ايه كيف I'm not free تقول ان هذا ضد ديني؟ لازم يكون free to be. هن بيحكوا نحن بنسكت، ما مزبوط. يعني لانه هن عم بيقولوا صح، اوكي صح لالكن بس ما صح لالنا. مزبوط. أولادنا ما بدنا هيك يتعلموا، بدنا نعلمهم من الإنجيل، بدنا نعلمهم من هيك الشغلات اللي نحن our values. طبعا فهيك بنقدر منساعد العالم حتى ما يصير عليهم مشكلة مع المدرسة اللي بتعلم هذا الموضوع. ومش ضد المسيحية بس، ضد الأديان الثانية كمان، مش بس المسيحية. يعني البرنسبلز بتاعتنا في الأديان كلها. طيب بعد إذنكم أنا أستاذ إيهاب حنا. مساء الخير يا أستاذ إيهاب. أيوة فندم. اهلا يا استاذ ايهاب. اهلا يا فندم. سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ على الهواء دلوقتي؟ حضرتك على الهواء، اتفضل. طيب معلش، انا امريكان سيتيزن وقديت 17 سنه هنا عايش في امريكا، واتجوزت من مصر قديلي 3 سنين ونص، وبعدين عملت ابلاي للزوجه عشان تيجي كزوجة، ودخلت السفارة في مصر في شهر 9 اللي فات، شهر 9 2015. والأوفيسر راح يعني تعندها وقال لها انتي ما انا اللي وديكي امريكا وانا اللي اقول، ورمت عقد الجواز في وشها وقالت لها عقد الجواز ده مزور، ورفضت تديها فيزا الزوج. واديلي هنا من شهر 9 2015 لحد دلوقتي قاعد ارسلهم في ايميلات وجوابات، واطلب اثر للرفض اللي هي تيجي كزوجه. فقالوا لي اللي هي سبب الرفض مس ريبريزنتيشن. الايه يا استاذ ايهاب؟
misrepresentation. misrepresentation. فقلت لهم misrepresentation ليه؟ قالت لي انتوا كنتوا عاملين فيانسي فيزا اما كنا مخطوبين، عملنا فيانسي واترفضت، وبعد كده عملنا زوجة الخطيبة. فانا بعت لهم عقد الجواز الموثق من شهر عقارة مصر، وبعت لهم صور الفرح في الكنيسة، وبعت لهم الابروفر اللي جه من اليو اس اس هنا في من الاميجريشن، وبعت لهم الديبارتمنت اوف ذا ستيت، الديبارتمنت اوف ذا ستيت اللي هم استلموا كل الاوراق التاكس والعقد الجواز وريفر والبيوت واكسبتد، وحولوا الورق للسفاره، وبعت لهم اكسكيوزز اللي انا ما اقدرش اعيش لوحدي، عندي بيتي وعندي عربيتي وعندي شغلي، واللي احنا educated people، I'm civil engineer work for New York City. طب سؤال ايه سؤال ايه حضرتك يا استاذ ايهاب؟ سؤالك ايه؟ السؤال اللي انا اديلي سنه ونص الورق معطلينه في السفاره اللي انا اجيب مراتي سنه ونص. ومفيش اي سبب غير اللي هو يعني الاوفيسر عمل ديسكريميناتد لماي وايف، يعني ما فيش اي سبب يمنعني كمواطن عندي كلير سكيورتي كليرنس، مع الفندر بتاعي انا كلير، الفندر برنت بتاعها هي كلير، ما فيش اي سبب اللي هم يقعدوا الورق اكتر من 17 شهر في السفاره ومش عارفه اجيبها. طيب استاذ ايهاب، انت بعت الورق ده كله للسفاره ولحد دلوقتي ما ردوش عليا، ورحت بعته للكونجرس مان هنا نيويورك. طيب شارل شومر. استاذ ايهاب، استاذ ايهاب شكرا، انا جات لنا المسج. انا طبعا هسال استاذ جو شماس لو يقدر يساعدنا في الموضوع ده، وكمان هيبقى معايا ان شاء الله الساعه 7 المستشاره جيهان، برضو ممكن اسالها برضو على سؤال حضرتك واشوف ايه المشكله في الموضوع ده. نسمع بس من الاستاذ جو. طبعا زي ما سمعنا استاذ ايهاب بيقول ان هو he's been here for 17 years, his wife in Egypt, مش الاوفيسر في ايجيبت مش عايز يجيبها امريكا، بيقول ان في misrepresentation even though ورا لهم البيكتشرز الwedding pictures بتاعته التاكسز everything، برضو مش عايزين يطلعوها من مصر. هلا هو سمعت عم بقول انه حكى مع شومر. شومر is a senator from New York. ما سمعت شو عمل شومر ليساعده ما يساعده، فلازم هي شود فولو اب شومر تقول له انت بلشت على تساعدنا، شو واتس يور ريسبونس، يعني لازم شومرز اوفيس they should call the state department حتى يساعدوه. بس واحد بلش يساعده لازم يخليه يساعده، يفولو اب معاه، يعني فولو اب معه. ايه بس اذا ما بلش معه بنساعده، بس ما بدنا نتدخل اذا already working with somebody. يعني هيك في حاله زي كده، يعني هقول مثلا افرض ما كانش شخص اوريدي يتكلم مع حد في حاله زي كده، هل المكتب بتاع حضرتك شو بنعمل؟ بنقدر بنساعد، لانه بنقدر نحكي مع الستيت ديبارتمنت، بس كمان نقدر نحكي مع الامباسادور بايجيبت بنقول له انا كونجرسمان شو ان شو، يعني بنبعث له مكتوب بنقول له هذا وي سيرتيفايد هذا انه هذا حق بدخلوها. ما بي اذا الكونغرس ما بيبعت رساله بيخلص. يعني هو يخلي الاستاذ ايهاب مع شومن دلوقتي ويفولو اب معه مزبوط. لو ما قدرش بقى يعمل حاجه بيقدر يبعتوا هيك الكتاب حتى يساعدوهم هيك. طيب فيري جود. طيب انا هرجع برضو للسؤال بتاع المدارس يا استاذ دكتور نادر. هل طبعا عشان حضرتك مخ واعصاب، هل بتشوف اللخبطه دي في دماغ العيال؟ مثلا حد بيجي لك عنده يعني اقول ملخبط في حكايه الجايزين ليزبنز، انا مش متاكد انا ايه الايدنتيتي بتاعتي، ايه انا ولد انا بنت، يعني من الناحيه الطبيه او من الناحيه الفسيولوجيه ايه اللي حضرتك شايفه واحنا رايحين على فين يعني في الموضوع ده؟ طبعا من الناحيه النفسيه ومن الناحيه العلميه دي عاوزه قاعده كبيره، ويعني ممكن لما نتكلم فيها في حلقة لوحدها. ولكن احنا بنتكلم النهاردة من ناحية السياسية، ازاي ان احنا نكون مؤثرين بالمبادئ بتاعتنا في المجتمع.
للأسف أنا شفت مثلا المسيحيين بيعملوا بايبل ستادي في ستاربكس ومكسوفين، كأنهم يعني بيعملوا حاجة المجتمع بيقول لهم ما تعملوهاش. وفي العكس بنشوف المجتمع التاني اللي هو فيه الجيس والليشبيان براود باللي هم بيعملوه. فاحنا عندنا دلوقتي في لبس كبير جدا في المفاهيم، الحاجة الصح بقيت غلط والغلط بقيت صح. فدي عشان ما عندناش التمثيل الكفاية اللي بيمثل المبادئ بتاعتنا القيم بتاعتنا. في كام واحد في الكونجرس جه قال ان يعني سبورت الاسكس بتاعتنا الكوميونتي بتاعنا مش كتير، قليل جدا، ولكن الناحية التانية اوباما كان بسب يعني هيديد ا لوت فور ذيم، سو عشان هم سبورت هم طبعا، عشان هم كوميونتي قوي، احنا كوميونتي مفكك سوري يعني، او من ناحية البوليتكس ومن ناحية السياسة ملناش فيها كوميونيتي ضعيف فيها. أو بنيجي عند النقطة دي ونقف ليه؟ يعني هو دي الرسالة اللي نفسي نوصلها النهاردة، ليه؟ نبتدي لو كل واحد بس يبتدي يعمل لنفسه ريجستر لفوت ويبتدي انك تروح تصوت، شوف جو شماس، شو الطرف التاني اللي عجبك انتخبه، بس على الاقل يبقى ليك صوت، يبقى انت بتفكر، على الاقل بتعمل شغل ايجابي. روح اعمل نفسك فوت، اقرا عن المرشح ده واقرا عن المرشح ده، واللي يعجبك اختاره، اللي بيمثل مبادئك اختاره، اللي انت تشوفه قريب لعيلتك اللي انت عاوز تحافظ عليها اختاره. يعني احنا مش هنقدر نغير المدارس ولا الكون كله، ولكن نقدر نبتدي ان احنا يكون لنا تمثيل صح وكوميونيتي، على الاقل يبقى لوبي او ممثلين في الكونجرس في الجوفرنر في على مستوى الستيت، على الاقل نبتدي نقول لا يا جماعه الحاجات دي لا تناسبنا، احنا بنفكر بالطريقه دي، احنا لينا التمثيل ده زي ما قال بروفيسور شماس من شويه دلوقتي، ان ممكن الحكومه تدعمنا. يعني ممكن الحكومه تاخد تدعيم من المدارس، هي بتدعم الخط الغلط وتلاقينا ان احنا ماشيين كويس، تدعمنا احنا، بس احنا ما عملناش مدارس، ما عملناش حتى ريبريزنتيف، يعني في حاجات كتيره لسه ما اتعملتش في الكوميونتي. فانا بقول ابسط حاجه نعملها كل واحد يكون عنده ريجستر، كل واحد يروح يعمل فوت، يروح ينتخب. دي اقل اضعف الايمان، بس لازم يكون امريكان سيتيزن عشان يقدر يفوت. مظبوط، ذاتس ترو. طيب اقول بقى طبعا يعني كل طبعا كامبين بيبقى ليه احتياجات معينه، يا اما مثلا دونيشنز، يا اما فولنتيرز، يا اما يعني في حاجات كتيره قوي، فاسمع ايه احتياجات الكامبين حبيبه. احتياج الكامبين انك انت تروح تعمل لنفسك فوت، تعمل لنفسك راي، تختار، تقرا، تفكر، تختار مين المرشح اللي بيناسبك وتقرا عنه وتروح تنتخب. لما كنتش قادر تنتخب على الاقل ابعت جواب، ابعت بالميل، دي اهم حاجه يعني كبدايه. في عندنا joshamaz.com، لو عاوز تساعد تبقى فولنتير تساعد في الكامبين، حسيت ان الافكار بتاعته بتمثلك، ابتدي ابعت joshamaz.com وقول انا عاوز ابقى فولنتير، عاوز اساعد مثلا بفيو اور من الوقت بتاعي، عاوز اساعد بحاجه معينه مثلا بدونيشن، عاوز اساعد حتى اجي اساعدك في الفند ريز، عاوز اساعدك في الميتنجز بتاعتك، عاوز اساعد ان انا انشر الفلاير بتاعك، اروح مثلا اكلم اصحابي، اكلم زمايلي، اكلم زمايلي في الشغل، ان انا سبريد ذا وورد. دي اهم حاجه ان احنا نبتدي نتعرف مين اللي داخل في الانتخابات، نعمل لينا اصوات، نبتدي نساعد في الكامبين، اي مساعده هتكون فيري هيلبفول. والنهارده احنا بنساعد جو شماس، بكره عاوزين نساعدك انت، او نساعد 10 20، عاوزين نلاقي على الاقل في كميه مننا جوه الحكومه، لان احنا بعاد جدا عن الديسيشن ميكر، مالناش في السياسه، مالناش في ان احنا نعمل سياسات البلد. فلازم نبتدي، لازم يكون في كده نقطة نبتدي من عندها، نقول بس احنا من النهاردة هنبتدي نتدخل في الحكومة، بدل ما احنا كومبلين الدنيا، بدل ما احنا كومبلين المدارس وكومبلين الاميجريشن وكومبلين بلدنا وبنعمل كومبلين كومبلين، طب وبعدين؟ بنعملش حاجة، فبنعملش حاجة. فانت دلوقتي دورك، انت ميزة عن بلدنا ان احنا البلد هنا فيها مساحة كبيرة من الحرية، انك تقدر ترشح نفسك وتقدر تختار المرشح
وتقدر حتى تبعت بالميل وتوصل صوتك ولو بالبوستة. فدي أضعف الإيمان. يعني لو كل واحد عمل حاجة زي كده بيتهيألي لو قدرنا ننجح في شماس واحد هننجح في مجموعة شمامسة إن شاء الله. إن شاء الله. لنحط الويب سايت تاني معلش لو سمحت مرة تانية. أنا عايز أقول بس أدي الويب سايت جو شماس، لا نكبرها من فضلكم، joshamas.com. يخشوا على الويب سايت دي ويروحوا فين بقى عشان يعملوا registration للفوت؟ yes. register to vote. register to vote. بيقدروا كمان بيسألوا سؤال وبيقدروا يقولوا أنا بقدر volunteer. بقدر بيساعدوا بيعطوا مصاري donation. وبيقولوا أنا عندي دكان حتى اسمك على الدكان تبعي، واي شيء بيقدروا يساعدونا لانه المنطقه كبيره وبكلف. وبس المهم انه ما في عنا صوت بالحكومه، لازم يكون عنا صوت بالحكومه. ومنبلش هلا مثل الدكتور قال، واحد بيربح ومنساعد واحد تاني حتى يصير صوتنا بيكبر، وثالث واربعه وخمسه. امين بامريكا في يمكن 7-8 مليونات من العرب، بس ما في صوت واحد to represent them. مزبوط. وهذا يعني عيب علينا، لازم نتدخل، بس ما نقعد complain this is a problem this is a problem. انت شو عم تعمل حتى تصلح البروبلم؟ لازم تساعد عالم حتى يصير الانتخاب، و you have representative، وبنساعد بعضنا. If we don't do that our voices are quiet. طيب وامتى تاني الانتخابات؟ احنا جون 5 جون ده اليوم الانتخابات ولا ده وقت ما الواحد بينتخب؟ يعني قد ايه كم يوم؟ بس يوم واحد، يوم واحد الانتخاب بأمريكا، بس يوم واحد. مشان هيك عم نقول register by absentee. عندك 30 يوم حتى تعبيه وتبعته بالبريد. يعني ليه 30 يوم قبل جون 5 وبعد كده خلاص بعد. That's right. Thank you so much Mr. Shemez و best of luck. أقول دكتور شمس بقى best of luck. إن شاء الله تيجي إن شاء الله في حلقة تانية و as a congressman ونبارك لك، وإن شاء الله تشوف مشاكلنا بقى كلها وتحلها بإذن ربنا. إن شاء الله. شكرا كتير. Thank you very much دكتور نادر، شرفتنا و thank you so much for being here. Thank you. أعزائنا المشاهدين، طبعا جينا لنهاية الفقرة دي، بس زي ما قلت على الساعة 7 إن شاء الله هيبقى معي المستشارة جيهان تومس، هنتكلم على الهجرة ومشاكلها. لكن طبعا احنا عايزين نطلع منه الحلقة دي إن لازم نروح كلنا نفوت للأستاذ جو شماس. طبعا زي ما قلت إن احنا ما عندناش صوت في الكونغرس، ما عندناش صوت حد يمثلنا احنا كأقول طبعا قبل ما نكون مصريين، يعني كمسيحيين وكمصريين وكعرب ما عندناش صوت للأسف في الجوفرمنت، ومحتاجين حد يريبريزنت اصلا. عندنا مشاكل كتير ومفيش حد بيبص لنا ومفيش حد بي اتنشن لنا، ان ما لناش صوت هنا. الجوفرمنت او الكونجرس بيبل ما بيشتغلوش غير بالصوت، في اصوات كتيره ليهم، فبيبتدوا يتحركوا لان هم عايزين الناس ينتخبوهم تاني، فبيعملوا حساب للناس اللي عندهم قوه او باور او صوت. احنا ما عندناش صوت، فده فرصتنا الوحيده ان احنا يبقى لينا صوت في الـ في الـ في الجوفرمنت. فبليز كل واحد ما تتأخروش، كل اللي هاف تو دو هتروحوا للويب سايت وهتعملوا، ممكن تعملوا الابسنتي قبلها بشهر، ما تتأخروش عن كده، ان اخر يوم للفوت اللي هو جون 5 5 يونيو وبعد كده خلاص. فاقول لكم جود لك ونشوفكم بعد قليل في حلقة مش لوحدك.